نحن جينا لهنا نازحين وما احنا عارفين وين وين نروح، وحتى ولادنا حطيناهم عند جماعات، ونحن جينا لهنا حتى ندبر مكان نقعد به، وجينا لهنا تحت السجار. هاي ثالث مرة يعني نازحين بيها وما احنا عارفين وين نروح. جماعة ذول جونا اليوم الصبح نايمين بتشول، جونا من شرق المعرة، ما جماعة ما بيدحقنا الصبح وانهم قاعدين على الدرب، لا أوى ولا شغلة ولا عملة، برد ذابحهم، ما بي حدا يقاويهم. البيوت أربع خمس بيوت ونسوان وولاد، وين حطينا قسم هين ما وسع، وين يروحون الجماعة؟ ما بشي عندهم، الله يساعد. العالم عايفة هدومها، نزحم أول مرة وردنا بنزحم ثاني مرة وهي ثالث مرة، ما بي إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، هيك الله جعل على الأمة. والجو هين ما بي مطر وبرد، وما بي عندهم لا أوى، لا عندهم نار يعلقون، لا عندهم أكل يأكلون، وأطفال من البرد استوهم كلها على الدكاترة، الحبوب الدواء هاي معبية الأراضي، والصيدليات ما عم يلحقون، هالولاد كلهم صابهم اسهال وصابهم مرض، والله يساعد العالم يا اخي، حسبي الله ونعم الوكيل.